السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. سمو محافظ الجنوبية يترأس اجتماعا أمنيا لبحث خطة تخفيف كثافة العمال في مناطق سكنهم. الخدمة المدنية تلزم الموظفين والمراجعين بالجهات الحكومية بكمامات الوجه. الثروة الحيوانية تطلق مشروع توصيل الذبائح إلى المنزل. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعا أمنيا بحضور عدد من كبار الضباط من ممثلي الأجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين في المحافظة. وفي مستهل الاجتماع تابع سموه خطة المحافظة الجنوبية في تخفيف كثافة العمال في مناطق سكنهم وإمكانية الاستفادة من المنشآت التعليمية والاجتماعية التي تقع في مختلف مناطق المحافظة، بالإضافة إلى إجراءات الدفاع المدني في تعقيم المنشآت. وأوضح سموه أهمية دور تعزيز الرقابة الأمنية في مختلف مناطق المحافظة، موجها سموه متابعة إجراءات التوعية والاحترازات الوقائية في مختلف المنشآت والمرافق العامة التي تقع ضمن نطاق المحافظة، مشيرا إلى دور رجال الأمن في تأمين سبل السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، مشددا على تكثيف الحملات الوقائية والدوريات الأمنية والراجلة لتوعية المواطنين والمقيمين. أصدر ديوان الخدمة المدنية توجيهاته رقم 7 لسنة 2020 بشأن إلزام كافة الموظفين والمراجعين في الجهات الحكومية بوضع كمامات الوجه الوقائية، تنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن التوجيهات تنص على قيام الجهات الحكومية بإلزام كافة موظفيها بوضع كمامات الوجه الوقائية في مواقع العمل اعتبارا من 9 أبريل وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول المراجعين للجهات الحكومية قبل التأكد من وضعهم كمامات الوجه الوقائية. ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن هذه التوجيهات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن توفير خدمة حجز المواعيد لإجراء الفحص النهائي للحالات الخاضعة للحجر المنزلي من خلال المركبات عبر تطبيق مجتمع واعي، وذلك مواكبة لآلية الفحص الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والمقدمة بمركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات المخصص لفحص الحالات، ما يعكس حرص الحكومة الموقرة على تقديم مزيد من التسهيلات على المواطنين والمقيمين لإجراء الفحوصات ضمن الخطط الاحترازية والوقائية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الهيئة بأن الخدمة الجديدة خصصت للحالات الخاضعة للحجر المنزلي المقررة ب14 يوما، إذ بإمكانها حجز مواعيدها لإجراء الفحص من خلال التطبيق، وذلك قبل 3 أيام من انقضاء مدة الحجر المنزلي دون الحاجة للاتصال بالرقم 444 لحجز المواعيد كما كان معمول به سابقا، ما يتيح لهم الاستفادة من الآلية الجديدة ويمكن الفريق المختص بإجراء الفحوصات لهم من خلال تواجدهم في مركباتهم الخاصة لدى زيارتهم مركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات دون الحاجة للخروج منها، إذ ستباشر الكوادر الطبية والفنية تقديم الرعاية اللازمة وفقا للمعايير العالمية وخلال فترة زمنية قصيرة.
في إطار التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحويل مبالغ الدعم لشهر إبريل في حسابات المنشآت ابتداء من تاريخ 16 من الشهر الجاري، حيث دعت الهيئة أصحاب العمل إلى الانتهاء من تسجيل بياناتهم إلكترونيا من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، حيث أن آخر موعد للتسجيل سيكون في الساعة 6 من مساء يوم الاثنين المقبل في 13 من الشهر الجاري، إذ يتعين على أصحاب العمل الدخول على النظام الإلكتروني المخصص لبرنامج الدعم في الموقع الإلكتروني للهيئة وإدخال رقم الحساب البنكي الدولي، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية ورسالة بريد إلكتروني لصاحب العمل للتأكيد على استلام الهيئة للبيانات المطلوبة، ومن ثم إيداع مبالغ الدعم على حساب المنشأة. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. الجمارك تدشن خدمة التخليص الجمركي عن بعد للبضائع. كشف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن قرب إطلاق مشروع وكالة الثروة الحيوانية الخاص بتوصيل الذبائح من المسلخ إلى المنزل، والذي يهدف لوقف الذبح العشوائي في الحظائر والنقل الصحي للذبائح من المسلخ إلى المنزل، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في وسائل الاتصال الحديثة لتلبية طلبات المواطنين والمطاعم والفنادق من اللحوم المذبوحة محليا في المسالخ المعتمدة، وسيتم استخدام منصة اتصال لشركة توصيل الطلبات لاختيار نوع الذبيحة من قبل الزبون وكيفية تقطيعها، والتي سيتم ذبحها في مسلخ مرخص وتوصيلها إلى المنزل في وسائل نقل مبردة تحافظ على سلامة وجودة اللحوم المنقولة. وللمزيد حول هذا المشروع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك دكتور. بداية، ما هو هدف إطلاق مثل هذه المشاريع من قبل وكالة الثروة الحيوانية في ظل الظروف الحالية؟ طبعا أول سعيد بتواجدي معكم على هذه المنصة، المنصة الإعلامية لمملكة البحرين، و سعيد ان نطرح هذا الجانب اللي هو خاص بالمبادره اللي وجه فيها سعاده المهندس عصام خلف وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني، والتي تهدف ايضا في تنفيذ رؤى الفريق الخاص بمكافحه كورونا، مرض كورونا، برئاسه سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة حفظ الله، اللي يهدفون إلى اليوم الحد من عملية انتشار هذا المرض، ومن خلال عملية التحكم من خلال عدم الخروج من المنازل. نعم. فالوكالة بادرت في طرح هذا المشروع اللي هو موجود حاليا مع تعاون مع المسالخ اللي هي مرخصة بمملكة البحرين، واللي هي مسلخ الهملة ومسلخ سترة التي يدار بقبل شركة المواشي. الهدف طبعا لهذا المشروع أن اليوم توصل للمستهلك لحوم سليمة خالية من أي أمراض، سلامة المواطن وصحة المواطن خط أحمر لا يساوم فيها أي حد، وبالتالي اليوم احنا نهدف إلى أن نضع المستهلك، يصل للمستهلك والمقيم لحوم مفحوصة وخالية من أي أمراض. نعم، نعم، هناك نقوم بفحص هذه الحيوانات التي ترد إلى مملكة البحرين من الخارج من خلال دخولها إلى المحاجر البيطرية، إنما ما يتم الفحص في المحاجر البيطرية هي الظاهر من هذه اللحوم، إنما نعم. الباطن، فبالتالي يكشف عليهم فيما بعد الذبح، وهناك أمراض تكون ظاهرة على الحيوان قبل الذبح، وهناك أمراض تكون ظاهرة ما بعد الذبح. فبالتالي نهدف طبعا إلى أن نمنع أو نمنع المذابح العشوائية أو المسالخ العشوائية التي عادة ما تكون تنتشر في هذا المواسم، وهناك حجة أن هناك ما هناك بدائل. نعم. فوجدنا البديل المناسب اللي هو عملية استلام الذبائح من المسالخ إلى المنازل، وبالتالي
أيضا نواكب هذا المشروع أيضا في مشروع آخر، وهو أن يكون هناك نقل من التجار المواشي ومن المزارع إلى المسالخ وحتى من المنازل. فهناك أيضا مشروع إن شاء الله بنعلن عنه قريبا قبل رمضان، أن يكون هناك أيضا في حال كيف يمكن للمواطنين في الفترة القادمة من استخدام خدمة توصيل الذبائح للمنزل، وما هي آلية الدفع؟ شوف هذا سؤال طيب، وأمانة اليوم احنا اقتبسنا الموضوع مع شركات التوصيل الطلبات الخاصة بالأطعمة من اللي منتشرة في الفترة المؤخرين، وبالتالي تعاوننا مع شركة طلبات، وبالتالي هناك التواصل بتكون هناك أسماء للتجار، التجار اللي هم يبادرون وعندهم نوع من هذه الأغنام اللي خاصة بالذبح لفترة شهر رمضان، وللزبون أنه يختار التاجر اللي يبقيه ونوعية اللحم اللي يبقيه والأوزان، ويطلبها عن طريق المنصة الإلكترونية طلبات، ويتم الدفع عن طريق أونلاين. وبالتالي ما مطلوب منك أنت كمستهلك أنك تطلع تروح لتاخذ حلالك او الذبائح الموجوده في المزارع، فبالتالي كله بيكون الدفع بشكل مباشر عن طريق الاونلاين، واستلام طلبك الى منزلك مغلف وفي مكشوف عليه، وهو الدرجه الاولى اللي احنا نهتم فيها. نعم، وما مدى توافر المواشي واللحوم خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك؟ واضح ان التجار البحرينيين مستعدين لهذه الفتره، ومؤخرا طبعا احنا اصدرنا تصاريح استيراد خاصه للمربين المواشي في الفتره الاخيره اللي وصل حوالي 49600 راس من الغنم، تم اصدار تصاريح لهم، و1500 راس من الابقار، وصل فعليا الى 16000 راس من الاغنام الى مملكه البحرين، و450 راس من الابقار، والباقي شحنات قادمه. مؤخرا وصلنا حوالي 150 راس لاول مره عن طريق الطيران من الجمهوريه اللبنانيه، لان هناك تعذر في عمليه النقل البري، فبالتالي التاجر البحريني حريص انه هو يساهم في عمليه توفير تغطيه الفجوه الغذائيه في مملكه البحرين، حتى لو كان عن طريق نقل اللحوم ونقل الحيوانات الحيه عن طريق الاجواء. وايضا وصلنا تقريبا 4070 طن من اللحوم الحمراء المبرده، و3400 طن من لحوم الدواجن، وهذه كانت من بدايه شهر مارس الى 8 ابريل، فاكيد يعني قاعد هناك التاجر البحريني يخزن ويوفر هذه السلعه بحيث انه يكون لا تكون هناك اي شحه في هذه السلعه لرمضان. احنا متعاونين معاه، فتحنا اسواق ايضا مثل ما اشرنا مؤخرا على سعاده الوزير المهندس عصام خلف التوجيهات، فتحنا سوق السودان، فتحنا ايضا الصومال، البوسنه، كثير من الدول العربيه اللي مفتوحه، فبالتالي احنا طالما مطمئنين من اي وضع وبائي في الدولة من الدول اللي مصدرة للأغنام أو اللحوم، على طول نفتح هذه الأسواق، نتعامل ونفتح هذه الأسواق للتاجر بحيث نسهل عليه عملية استيراد هذه المواشي أو استيراد اللحوم، كل هذا يصب في تغطية الفجوة الغذائية لمملكة البحرين. نعم، الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل أثر والحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا لك. دشنت شؤون الجمارك خدمة التخليص الجمركي عن بعد للبضائع التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 14 من الشهر الجاري، وتتيح إمكانية تقديم البيان الجمركي وإتمام عملية دفع المستحقات المالية عن بعد باستخدام نظام فواتير دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمنافذ الجمركية لاستكمال إجراءات التخليص الجمركي، ويأتي ذلك لتوفير الوقت والجهد وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء على أن يتم استلام البضائع المستوردة من خلال المنافذ الجمركية بحسب معايير المخاطر المطبقة. وسيكون على المستورد الاحتفاظ بالبيان الجمركي ومرفقاته وإبرازه عند طلبه من قبل شؤون الجمارك أو عند أي مراجعة لاحقة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.